مش زرق في زرقة متاع برد في ركب عادي يخدم رمى جاوبه روح معاق تضرب هيلو فص العرق متاع العصاب بابا وجعته في مانيش مصدقة البابا عنده 3 سنين حياتنا تدمرت فرملي بدلوه من وقتها ما ريتوش الفرملي حاجة برك نقولها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بابا مريض بابا مسكين مشى يزرق في زرقة متاع برد في سبيطار ولاية نابل وروح معاق بابا عنده مسكين كيفاش بابا مشى للسبيطار نابل ولاية نابل مشى يزرق في زرقة متاع برد في ركبته عادي يخدم رمى جاوبه روح معاق ما يمشيش تو عنده بابا 3 سنين ما يمشيش جملة ما تحركتوش ما سألتوش ما شكيتوش لا ما هو كي مشينا للمدير وكل شيء قلت له راهو بابا هكا وهكا وهكا قال لي ما تشكيش المدير قال لي تو احنا ندوك شاف الكاميرا لي بابا تخلى على ساقي وروح معاق باهي الزريقه ذيك وين زرقها ساعه؟ زرقها في السبيطار في بالو نورمال في بدن وين؟ لا في مخروق بابا وقت اللي دخل السبيطار متكي هكا على على جنبه نورمال مو هو يبدا وراه ويزرق له يتكلم في التليفون الفرملي هذا نتاع السبيطار يتكلم في التليفون ويز معناتها وزرق له كي ضربها له فص العرق نتاع العصاب بابا وجعته عيط بابا قال لي وجعتني على الاخر زراقه عمره ما فهمتني والماما ما تبكيش والله وجعتني خاطر على الاخر بالرسمي مانيش مصدقه البابا عنده 3 سنين حياتنا تدمرت حياتنا عائله كامله تدمرت حبيت نمشي نوصل الجعفور ما نجمتش بالرسمي خاطر بابا تعب على الاخر قلت لي اي قلت لي المسؤول شاف وقت اللي شاف الكاميرا شنو عمل هذا مدير السبيطار شاف الكاميرا قال لي تندوه احنا اي ومن بعد قلت به ما نشكيش ما دام ماشي يدويه لي ويرجع لي بابا صايي ما نشكيش 4 ايام بالضبط اعمل له مساج وعمل له اسمه هو مساج وشاف له السكر قاس له السكر هكا كي قاس له السكر 4 ايام قالت لي بري هزي البن عروس قلت لها اعطيني ورقه البن عروس في السبيطار هذا قالت لي شبيك ما قلتي ليش بوك عنده السكر قلت لها انا وقت اللي دخلت قلت لك بابا ركبته توجع عنده السكر قالت لي بري هزي البن عروس مشيت البن عروس رجعت لهم وكل شيء فسخوا الفيديو وفسخوا كل شيء يتعلقوا ببابا كل شيء فسخوا انا حاجه خليوكم مقهورين وحتى الفرملي بدلوه من وقتها ما ريتوش الفرملي من نهارتها ما ريتوش بابا تو معاق وما يمشيش وبدليل وبالكوش وحالتنا حليلة على الاخر من بالرسمي من تح بابا حياتنا تدمرت الكوليكا انا حاجة برك نقولها حسبي الله ونعم الوكيل اللي زرق البابا وكها شو حالتكم بعد ما انت ما صار البوك حالة تعب انا قاعدة ليه يا بابا نهار نخدم عشرة ليه عندي خويا صغير اوكي بطبيعه ما تبوك عبد خاص طويت له بيه ما نكذبش وقتها بابا تحرق تنوريك في ساقي تحرق هو ديجا مقعد معناها اي تحرق ما حسش بال كيفاش تحرق ساقي ما معناتها استني كيفاش نحكيه مشى للحمام قالوا لي هزيه للقصاب باش يعملوا له مساج نشوفوا يرجعش مشيت هزيت الحمام كي غطى الساقي في الماء سخون ما فاقش بها الساقي فهمتني نورمال ما يحسش ما حسش بها كي غطى الساقي في عود يصب له الراجل جفيل جفيل ما باش الجفيل به يبرد مشى صب له الماء البارد نفطت الكل حتىش الخمسة الساقي تنوريه لك هكا هو ما نكذبش انا بالرسمي سليمانيه الكل نشكر سليمانية الكل وخرس تونس زادة وقفوا مع بابا ماديا ومعنويا يعطيهم الصحة لين داولوا ساقو خاطر عنده السكر بقى عام باش شاحت ساقو ولا بقى عام من عام ناول الحاصل أنا نسكن بحدة سليمان شوية الشريفات نحيي الشريفات أنا نحب حاجة برك من أصحاب الخير إنه يدبروا كروسة كربية هذيك كروسة اللي تمشي واحد إنه يدبروا لي كروسة البابا ويمشي بها يتنقل بها هذيك هي لا فلوس لا حتى شيء جست كروسة البابا أصحاب الخير والعباد اللي قلوبهم بذا بالحق معناتها بوها مستحق كروسة دونك علاش لا معناتها نلموا مع بعضنا دينار ولا اللي عنده كروسة فاضل عليه ولا كروسة قديمة معناتها ماهمش مستحقينها نعاونوها بها
اي نحب على كروسه البابا اكاهو، ما حشتيش لا بفلوس لا في حد شيء، انه بابا ياخذ كروسه يتنقل بها وكاهو بالرسمي خاطر فد. لا عندها الحكايه 4 شهور هو قاعد قدام الدار، شو نقولها خاطر وجعتني انا. فما واحد مشى له قال له بالله عاش ولدي هبطني، قال له مزروب تو ما نجمش، حسبي الله ونعم الوكيل، وانت تعرف شكون وكاهو بالرسمي وعملها بالعانيه. قال له مزروب ما يحبش يهبط، جعنا هذي هو راهو توجع نهارتها برشا حاجات، ما نجمش نحكي من برشا حاجات، حسبي الله ونعم الوكيل. اما انا نطلب من قيس السعيد انه كان يسمع فيا يقف معايا على بابا، خاطر بالرسمي مريض مريض مريض، عنده السكر وساقيه توجع فيه على الاخر، كل ليله كل ليله يسي على ساقيه. البارح برك تو مشيت نشوف له فك الدليل ما لقيتلوش، الدليل يستريح بيه ما لقيتلوش، حتى سبيت ما تلفتولوش. وقت اللي رجعت لهم قلت لهم راه بابا، قالت لي ما عادش تحكي الحكايه هذاك بوكا هبط له السكر على بابا، جا ساقيه يوجع فيه نتاع بارد يخدم العشيه، فهمت؟ مشى لهم قال لهم حقه مشى، حقه مشى، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، خاطر بالرسمي دمروا النحيه. يعني غلطه نتاع سهوه تسبت، خلينا باش ما نقولكش خساره حياه بوكا، ما معناتها تسبت له في اعاقه كبيره، معناتها صعوبه كبيره بالنسبه لكم انتوما وبالنسبه حتى لي هو مسكين. حياتنا دمرت معناتها، بس هي شفت بابا معناتها ما فرح بينا حتى واحد، ثلاثه احنا خوات، الكبير عمره 30 سنه معناتها ما فرح لا كون فينا لا ما فرح لناش ما فرحش بينا، الجمله خايف هو تو طيب.